خلاص يا جماعه الموضوع انتهى، الموضوع انتهى من ماتش الذهاب. الاهلي رسميا في نهائي دوري ابطال افريقيا. انا ما ينفعش اتكلم في كلام شبه ده، انا مشجع زملكاوي وما ينفعش اطلع اشيد بالنادي الاهلي وبلاعيبه النادي الاهلي، ولكن انا بقول لك الحقيقه. الاهلي حسم مباراه الذهاب والعوده في مباراه الذهاب في تونس في رادس. انا مش عارف ازاي، يعني انا قاعد على القهوه مقتنع ان النادي الاهلي هيخسر 1-0 2-0. انت بتلاعب فريق كبير اصلي، الترجي ده فريق كبير، خصوصا ان هو غلب الزمالك راح جاي من مفيش. فانت لما رحت لعب الترجي في تونس في رادس في مجاعيم رادس، لا ده في حسابات مختلفه، لا ده في ضغط، ده في جمهور، ده في استفزاز، في توتر، في الاهلي ممكن يتغلب 1-0 2-0 3-0، في حاجات كتير قوي ممكن تحصل. فانت بتحسب الحسبه اللي المفروض تتحسب، ان النادي الاهلي رايح يلعب تحت ضغط، رايح يلعب في تونس وسط جمهور تونس في رادس، فالاصول ان هو يترن 1-0 2-0، لا 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 كل الكلام ده ما حصلش. الاهلي نزل من اول دقيقه، من اول دقيقه عارف هو بيعمل ايه. يعني سيبك من القرار المثير للدموع، سيبك من اللي حصل قبل الماتش، سيبك من الماتش اتاجل ساعه، سيبك من لعيبه النادي اغمى عليها، سيبك من التوتر والضغط اللي كانوا فيه لعيبه النادي الاهلي اللي المفروض ينزلوا يتغلبوا ثلاثه. لا الاهلي نزل كسب 1-0، الاهلي نزل مشى المباراه على مزاجه. مش محمد الشناوي الكره لما بتتشاط عليه لما بتجيله بيروح هو ياخدها، ما بيستناش تجيله، لا ده بيروح هو خلاص. الراجل واقف زهقان، الراجل واقف متضايق بيتسو موسيماني. يعني كل بقى سيبك بقى من الماتش بقى، وسيبك من 1-0، وسيبك من الاهلي حسمها، خليك في بيتسو موسيماني مدرب النادي الاهلي زعلان ومش عاجبه ومتضايق الراجل، وبيقول لك مش دي النتيجه اللي كنت متوقعها ومش ده الاداء اللي كنت متوقعه. يا عم موسيماني يابا في عرض ربنا في عرض اللي يشفع فيك، انت راح تلعب الترجي ريد التونسي في تونس، عايز تعمل ايه؟ يعني انت كسبان 1-0، عايز تعمل ايه قول لي؟ ما ده الزمالك ما عملهاش الايام اللي فاتت دي، اتغلطنا هناك وهنا بباتشيكو. انت كموسيماني، انا كمشجع زملكاوي وانا اسف يعني اقول على موسيماني كفتاكي ملوش في التدريب، ولكن امبارح انت عملت انجاز، فعامل انجاز وطالع زعلان. طلع زعلان من الملعب، يعني قاعد في المؤتمر تقول لهم الاداء ما كانش عاجبني وكان المفروض يكسر. يا عم 2-3 مين يا عم؟ يابا انا كنت قاعد بتفرج مش مصدق اللي بيحصل. يابا ده نادي الترجي نادي التونسي والنادي الاهلي ناديين كبار في افريقيا، المفترض الماتش يكون اسخن من كده، والمفترض والنتيجه المتوقعه ان نادي الترجي هو اللي يكسب. على انت بتلعب في تونس يا كابتن بيتس وموسي ماني، انت بتلعب في تونس، هو انت عشان ربنا كرمك وعندك اليو ديانج؟ لا ما اسموش اليو ديانج، ما اسموش اليو، اسمه اليو كانتي. الواد ده الواد دبابة ده ما اسموش اليو ديانج، اسمه اليو كانتي. ربنا عشان كرمك ومديك شويه لعيبه حلوه هتفترق عن خلق الله؟ هو ربنا عشان مديك جهاز فني محترم، مديك اداره كويسه، مديك نادي كبير هتفترق عن خلق الله؟ هتطلع تقول لك لا ما ينفعش. ما إيه يعني انا افهم ازاي انت تقول لي النتيجه مش عجباني؟ انا كمشجع زملكاوي اعمل ايه؟ يعني اخبط راسي في الحيطه اموت نفسي ولا انط من فوق الترابيزه يجي لي؟ يعني اعمل ايه؟ طب قول لي انا واحد، انت مدرب النادي الاهلي كسبان الترجي النادي التونسي على ارضه 1-0 ومش عاجبك، طب انا اعمل ايه طيب؟ وبعدين اكرم توفيق ايه يا إيه اكرم توفيق؟ ايه يا ابن الحماس ده؟ ايه يا ابن الرجوله؟ ايه في ايه يا جدعان؟ لا 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 بصوا موسيماني بيستخدم اللعيبه بتاعته صح، موسيماني بيعرف يتعامل مع اللعيبه، موسيماني هنفترض انا بفترض ان هو مش مدرب، يعني موسيماني مش مدرب، موسيماني احنا جبناه من على القهوه، موسيماني عارف يتعامل مع لعيبه الاهلي وفاهمهم وبيحبوه وعارف يمشيهم على دماغه وعلى طريقته وبيكسب. موسيماني قليل الاول لما بيخسر مع النادي الاهلي. انا بقول لك الحقيقه، مشجع زملكاوي جمهور الزمالك هيفشخني حرفيا بسبب الفيديو اللي انا بعمله ده، اقسم بالله، ولكن دي الحقيقه، والله دي الحقيقه. النادي الاهلي يا جماعه امبارح عمل مباراه، ما يعني انا من وجهه نظري ده انجاز، انجاز في حد ذاته انجاز، خصوصا ان انا جت عليا اوقات في المباراه بقيت براهن ان النادي الاهلي يجيب الجول الثاني. تخيل انا قاعد على القهوه حاطط رجلي عليك مستني الاهلي يخسر، لا اول ما لقيت قفشه نازل الملعب قلت بس الموضوع انتهى. طالما قفشه نزل نص الملعب بعد الدقيقه 60 كده، موسيماني عايز يسيطر على المباراه بقى، عايز يجيب جون بقى خلاص بقى، جراكوا لعبكوا وخداكوا شمال ووداكوا يمين وفسحكوا في الملعب وظبطكوا عملكوا اللي انتوا عايزينه وشافكوا زيتوا مع الجماهير خلاص بقى. الموضوع انت انزل محمد مجدي قفشه يعمل لي ثرو للواد اليو كانتي، فاليو كانتي يروح عامل مش عارف مين، الموضوع ينتهي، ينزل المخيف محمد شريف بوم بوم. اما هتعمل ايه؟ ولا والكوره جت في العارضه يعني، وفي هدف اتلغى، يعني الكوره جت في العارضه ومحمد شريف جرى، يعني محمد شريف مثلا لو لعيب تاني كان ممكن جابها في العارضه وقف عمل كده ازاي؟ لا لا ده جت في العارضه نط وجرى جابها حطها في الجون، غير الجون اللي اتلغى. امبارح الاهلي كان المفروض يكسب 2-3،
والله العظيم بجد اقسم بالله جمهور الزمالك انا بقول الحقيقه، والله بقول الحقيقه مش بحفر ولا بتريق، انا زملكاوي حتى النخاع، ولكن الترجي فرقه فاضيه، مش دي الفرقه اللي تاخد الزمالك رايح جاي نهائي نهائي. اه ما بصوا الزمالك كسب الاهلي والترجي في اسبوع وقف في السوبر، اه كاسين سوبر مفيش مشكله، ولكن نادي الترجي نادي التونسي غلب الزمالك في بطوله افريقيا رايح جاي. النادي الاهلي امبارح غلبه على ارضه، على ارضه، عارف يعني ايه على ارضه عز المواطن؟ يعني لما الترجي الرياضي التونسي يجي يلعب مع الاهلي هنا على ارضه والاهلي يغلبه هتبقى فضيحتنا بجلاجل بجلاجل. وخد عندك بقى جمهور النادي الاهلي هيقول لك اللي غلبك رايح جاي انا غلبته لك رايح جاي، اللي رنك رايح جاي انا غلبته لك رايح جاي، حمد النقاذ اللي مش عارف عمل، انا عارف انا متوقع، ما انا مشجع زملكاوي وانا متوقع اللي هيحصل الايام اللي جايه، انا عارفه النادي الاهلي عايرن نادي الترجي نادي التونسي على ارضه، والاهلي رسميا رسميا في نهائي دوري ابطال افريقيا الموضوع منهي. ويا عم بيتسو موسيماني يابا في عرض ربنا، يا عم بيتسو موسيماني في عرض ربنا، ابوس رجلك ابوس رجلك، راعي مشاعر الفرق، راعي مشاعر الجمهور، راعي مشاعر الانديه، ايه اللي مش عاجبك النتيجه ومش عاجبك الاداء يابا في عرض ربنا؟ لو الزمالك عملها كان جمال جمهور الزمالك دلوقتي بيطوف حوالين النادي يابا، ارحمنا في عرض. والمصحف الشريف جمهور الزمالك لو كان نادي الزمالك كسب الترجي نادي التونسي 1-0 في تونس كان زمان جمهور الزمالك عمل حفله، وكان زمان مدرب الزمالك عمل شبه حلمي طلال لما بقول لك انا مدرب محترف، انا مدرب محترف يابا، انت مدرب محترف، ارحمنا ارحمنا في عرض ربنا. عندك محمد شريف المخيب، عندك محمد مجدي، عندك اليو كانتي بس مش اليو يانج، اسمه اليو كانتي، عندك اكرم توفيق، ده انا هتكلم عليه كتير يعني الايام اللي جايه دي، انا هتكلم على اكرم توفيق كتير بصراحه، رجوله راجل اقسم بالله راجل راجل، اكرم توفيق راجل، محمد شريف راجل، اليو ديانج راجل، محمد الشناوي راجل، في لعيبه في النادي الاهلي يا جماعه، لا 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 اللعيبه دي انا نفسي افهم انتوا بتاخدوا، هم بيدوكوا ايه بر رجوله؟ يعني انتوا بتاخدوا ايه بر رجوله؟ والله بجد اللعيب نازل في الملعب على ارضهم وسط جمهورهم وسط كلام المشير الدموع بيحارب، نازل في 73 ها وبيجري، ايه يا عم؟ ايه يا عم بالراحه يا عم، انا مش هشجعكم والله مهما هيحصل هفضل طول عمري زملكاوي، ولكن مش هقول الكذب، مش هطلع اضحك عليك، مش هطلع اقول لك لا انت ما لعبتش وانت لعبت، لا انت لعبت، واللي غيظني وقهرني وتعبني نفسيا واللي هيجيب لي شتيمه من جمهور الزمالك ان انت لعبت. مبروك للنادي الاهلي.